دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك العوافي من ديمقراطية. منبدأ مع وزير الصحة وائل بوفعور العوافي. العوافي: مؤسسات مياه تسطو على الشبكة العامة وتبيعها، خبر غريب. نعم، للأسف اكتار المؤسسات اللي عم بيعبوا جالونات من مية الحنفيات وبيبيعون لزبونات، والمعنيين بوزارة الطاقة والمياه ومصالح المي التابعة للدولة ما عندهم علم. اتصلت فيهم جميعا وكلهم قالوا لي انه عندهم علم باللي عم بيصير. وليش ما حلوا المشكلة؟ قال انهم كل ما يكتشفوا مؤسسة عم تسرق مي بمنطقة معينة كانوا يقطعوا المي عن كل المنطقة، مشان هيك بتضل المي مقطوعة بكل لبنان. السرقة وين ما كان. بس فظيع الحل تبعهم. شكرا للوزير بوفعور والعوافي للنائب عن القوات اللبنانية أنطوان زهرة. العوافي: يبدو انه الدخان الابيض طلع من اللقاء اللي صار عصر اليوم بالرابية بين العماد عون والنائب ابراهيم كنعان والاستاذ ملحم رياشي. الدخان الابيض طلع؟ يعني وافق الجنرال على الملاحظات اللي حطها الحكيم؟ مبدئيا ايه، الاجواء ايجابية. ايجابية؟ اي نعم. يعني رح يوقعوا اتنيناتهم عون والحكيم؟ نعم رح يوقعوا. رح يوقعوني بالنقطة. عالسلامة ان شاء الله. شكرا. وهلأ مننتقل لنشوف شو طلب الرئيس بري من الرئيس تمام سلام بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الفاشلة اليوم. تيك تك تيك تك تيك تك. السلام عليكم تمام بيك. السلام عليكم استاذ نبيه. رئاسة مجلس الوزراء اصدرت قرار بتقديم الساعة باخر احد من اذار، فممكن تصدر بعد قرار بيدخل بهذا الاطار؟ بدك تسبق شي توقيت؟ لا، بدي اجل. شو بدك تاجل؟ كذبة اول نيسان. ممكن نعملها باتنين نيسان، تأجيل 24 ساعة بس. وليش باتنين نيسان؟ تاريخ الجلسة القادمة لانتخاب رئيس الجمهورية حددتها باتنين نيسان، وبتكون الجلسة رقم 21. يعني بتصير جلسة الكذب الواحدة وعشرين بالقرن الواحدة وعشرين؟ تمام، برافو يا تمام. وبآخر القرار حط عبارة تجدد اوتوماتيكيا كل 3 أسابيع. وخلي القرار سير المفعول كل 2015 بالميتة. باي 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 يا رئيس. باي 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 يا رئيس. استراحة اعلانية ومن بعدها فارس والتجميل. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. من بعد تصريح الدكتور فارس سعيد لجريدة الجمهورية، شعر العماد عون انه وصوله على قصر بعبدة صار محسوم. شو صرح سعيد وشو دور دكتور التجميل نادر صعب؟ خلونا نشوف، وبكرة بشوفكم. تيك تك تيك تك تيك تك. ويا ضبطت يا جنرال، ضبطت عن جد يا جبران. رحت لعند الدكتور نادر صعب؟ بعدني جاي من عنده، وقال لي انه بيقدر يعمل اللي طلبته منه والعملية مكفولة. هو بيعرفه منيح لفارس سعيد؟ ولو، معقول نادر صعب ما يعرف فارس سعيد؟ ويلي يعني بعد شهر بنطلع بعبدة يا جبران؟ خير خير، شو في لهالتزلغط؟ ابراهيم يلا حضروا حيلكم، بعد شهر طالعين بعبدة. اكيد جنرال. كيف؟ ما سمعت فارس سعيد شو صرح لجريدة الجمهورية؟ قال إذا أنا فارس سعيد بصير بريجيت باردو، الجنرال عون بصير رئيس جمهورية. فسألنا الدكتور نادر صعب إذا في يعمل من فارس بريجيت. قال إيه وبسهولة. يا ما في ستات كان شكلهم مثل فارس وصاروا بريجيتات. فعب عبدا يا شباب. دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته
ديك ورا تك 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 ديك تك ديك.